أهلا وسهلا فيكم بصبحية مع غادة. مقولة اليوم رح أتركها لضيفتي العزيزة معالي الأستاذة ريم أبو حسان. صباح الخير. صباح النور يا ستي. صباح النور. يعني اللي كنا بنحكي أنا وياكي أنه دائما بحب أبلش بمقولة معينة نبحث فيها ونتحدث بعدها وندخل بالحوار، ولكن اليوم اللي حكيتي لي إياه كان جدا جميل، فبتمنى أنه هيك تقرأي لنا إياه مع بعض. شكرا غادة. يعني دائما علمونا إنه البيت القائل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لكن ما علمونا باقي الأبيات اللي هي بتقول: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي من ربه شيئا بهمته، يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها سفن. أنا هاي المقولة جدا بحبها، لأنها دائما بتذكرني بشغلتين. الشغلة الأولى إنه الواحد ما ياخد بديهي ما سمعه وتعلمه في فترة ما من حياته، دائما هناك بعد آخر للأمور والأشياء. وإذا بنقول لا تكرهوا شيئا لعله خير، بالفعل أحيانا نصاب بشيء يعطينا الإحباط، لكن من وراء يأتي الخير. وأيضاً إنه إحنا الإنسان بقدرته وقوته وعلمه قادر على أن يحقق المستحيل. صحيح، 100%. ونحن كمان دائماً منقول إنه دائماً يعني منحكي الشيء الثابت الوحيد هو التغيير. فإحنا لو ناخذ الأمور كما هي ونستسلم عند أول صعوبة أو أول تحدي، فمش رح نقدر نكمل، لأنه إحنا لازم نكون بحالة تغيير مستمر وبحالة تحدي مستمر وبحالة إنه نبحث دائما عن ما هو الأفضل وما هو الأجمل لنا وما نستحق ونشتغل لإله. وكرمال هيك بدنا يعني نسمع منك كيف بدأ مشوارك في التنمية، كيف بدأ مشوارك في هذا العالم الجميل اللي تركتي فيه بصمات واضحة، ليس فقط اللي بعرفك عن قريب ولكن لكل شخص بيعرف معاليكي. شكرا عزيزتي غادة. في الواقع أنا بأتفق معك تماما، التغيير هو سنة الحياة. نطلع على جسدنا نجد أن الخلايا تتجدد بشكل مستمر، أفكارنا تتجدد بناء على التجارب والمواقف اللي منعيشها. فالسكون هو مقتل لكل حياة، والحياة بتحتاج دائما منا إنه نلتقط الإشارات اللي ممكن توصلنا لحتى نجدد في حياتنا ونجدد في حياة الآخرين. أنا في الواقع يا ستي بلشت مشواري وأنا طالبة في المدرسة، عندما قررت إني بدي أدرس قانون. والقانون كان بالنسبة لي هو فرصة للالتقاء بالناس. أنا من جدا من المؤمنين بمقولة الجنة بلا ناس ما بتنداس. فالقانون بيعطي الإنسان الفرصة إنه يتحاور، يتناقش، يتعرف على عوالم مختلفة عن عالمه. فدرست القانون وتخرجت، ومن ثم تدربت وكنت أشتغل في مجال الأعمال الشركات التجارية والأعمال التجارية. لكن كمان هون أول محطة تغيير كانت في حياتي لما صرت أم، ووجدت إنه العمل مع في القضايا والشركات التجارة والخصخصة وغيره سيأخذ مني وقت كثير طويل على حساب أبنائي. فقررت أغير من مساري، أضل بالقانون لكن أغير في مجال العمل، في مجال السياسات العامة، قضايا التنمية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل. فكان هذا أول تغيير في حياتي، يمكن على أساس أنه بدل ما أستمر فيما كنت خططت له وهو أن أعمل في مجال كما يسمى الكوربوريت لو، أشتغل في مجال السياسات العامة. وهنا وجدت نفسي إنه القيم اللي تربيت عليها والأمور اللي بأمن فيها في مجال أكثر لي أن أكون قادرة على أن أعطي حتى في مجال السياسات العامة. فبلشت في هذا المجال. طبعا في الخلفية القانونية بتعطي قوة للإنسان إنه في مجال المحاورة وفي مجال حتى المناورة والتفاوض حول قضايا أساسية. ودائما غادة السيدات بشكل عام معروف انه اسلوب الاداره والقياده عندهم بتكون ضعيفه في حق نفسها، قويه لمصالح الاخرين.
والسيدة اللي بتشتغل في مجال السياسات العامة أحياناً تتهم إنها مدافعة شرسة لأنها عم بتدافع عن حقوق مهمشين وفئات مستضعفة. نعم، وهون بدنا نحكي عن الدور الرائع اللي قمتي فيه خلال جائحة الكورونا بما يخص ضحايا العنف الأسري، وأنا بعرف وتشرفت أنه كنت أيضاً بلقاء معك خلال دنيا دنيا لما أطلقتوا حملتكم خلال الجائحة. احكي لنا أكثر عن هذا المشروع وهذه المبادرة. شكراً. يعني إحنا أنا بتشرف أني جزء من جمعية اسمها جمعية حماية ضحايا العنف الأسري، بتشتغل منذ أواخر التسعينات مع ضحايا العنف الأسري وبالذات مع الفتيات المعرضات للخطر والمعرضات للعنف. إحنا خلال بداية الجائحة ولما كان في حظر شامل كانت الفكرة عندنا بالجمعية إنه يا جماعة نحن أمام وضع جديد، حظر كان شامل إذا بتذكري، الناس بحاجة لدعم، فأطلقنا مبادرة راحتي في منزلي على أساس كان عندنا 10 خبراء يقدموا خدمات الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي والاستشارة القانونية للأشخاص من بيوتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومن عن طريق الهاتف. عرفنا الناس على الخبراء من خلال فيديو قصير، كل خبير أو خبيرة تحدثت بعض ثواني، لأنه الشخص إذا بده يحكي مع شخص وياخذ منه استشارة بده يكون ارتاح له، والانطباع الأولي جدا مهم. فعملنا الفيديو الصغير، وبعد فترة لما أطلقنا المبادرة وجدنا يا ستي إنه معظم اللي مستجيبات واللي طلبوا الدعم طلبوا دعم نفسي، النساء وبالإضافة للاستشارات القانونية والدعم الاجتماعي. وجدنا أيضاً أنه كان هناك تحدي أمام المرأة خلال الحظر الشامل، خصوصاً المرأة العاملة اللي اضطرت أنها تكون موجودة في البيت وأصبحت تقوم بأدوار عديدة في نفس الوقت، يعني هي ربة المنزل، هي من تعد الطعام، هي من تدرس الأولاد، هي مسؤولة عن الترفيه عن الأسرة والعائلة. وجدنا إنه هذا الدعم النفسي مهم كثير خاصة للنساء العاملات. فأكيد يعني تحية لكل هؤلاء السيدات بكل عن جد يعني بكل هالخطوط الأولى اللي كانت عنا وما زلنا فيها. وهون كمان بدنا نحكي عن حساب الخير. ستي احنا في الواقع الحكومة لما صارت الجائحة وصار عندك مجموعة من التدابير الاحترازية وخاصة في موضوع الحظر، كان لابد من انه ايضا الناس تساهم في التصدي لجائحة الكورونا. فصدر وقتها امر الدفاع الذي ينص على انشاء همة وطن، وهمة وطن تضمن 3 حسابات: حساب الهمة اللي هو الحساب الرئيسي واللي كان مطلوب التبرع 100,000 فما أكثر، حساب مخصص لوزارة الصحة، وحساب لدعم الأفراد والأسر التي تضررت من الجائحة وهو حساب الخير اللي هو بالأساس حساب موجود في وزارة التنمية من 2010، لكن خلال الجائحة وموجب أوامر الدفاع أصبح هذا الحساب مخصص لدعم الأسر والأفراد اللي تضرروا من الجائحة. وأنا تشرفت أن أكون رئيسة هذا الحساب. في الواقع أنا معي مجموعة من الذوات، سيدات ورجال زملاء لي، احنا كلنا متطوعين. دورنا هو انه ندور ونشوف وين القطاع الذي تضرر، نعم، وايضا نقدم الدعم ليس للمؤسسة ولا لشركة ولا لجمعية وانما للفرد مباشرة. فباشرنا عملنا بدعم الأسرة الفرد من شخص واحد، المكونة من شخص واحد. كان عندنا بتذكر 10,000 سيدة و 5,000 رجل، أول مرة بصير إنه عدد أكثر النساء من الرجال من عمال المياومة. بعدين بلشنا يا غادة نطلع على القطاعات اللي هي منسية، يعني قطاع مثل كرة القدم هو قطاع اقتصادي طبعاً. بغض النظر إيش طبعاً. نحكي هو نعم. ليس ترفيه، هو قطاع اقتصادي. فأخذنا قرار بدعم قطاع كرة القدم، قطاع الاقتصاد الإبداعي اللي هم الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن والموسيقى والتصوير وحتى الطبخ الشعبي، هذه كلها قطاعات منسية طبعاً. فقمنا بعمل حتى مشاريع من أجل دعمهم على مبدأ كاش فور ورك، الدعم
مقابل العمل. يعني أنا بطلب من الشخص اللي بده يستفيد من الدعم إنه يقدم عملاً ما مشان أقدم له دعم مالي. منها كان أكثر الاتجاه نحو تسليط الضوء إنه هدول أشخاص عاملين، وحتى لو كان العمل في القطاع الغير رسمي، وإحنا عندنا حوالي 40% العمل في القطاع الغير رسمي، لكن هدول بحاجة لدعم لأنهم تضرروا. فكان دورنا بحساب الخير أيضا نسلط الضوء على ما نسميها القطاعات المنسية. هل تعتقدي أنه اليوم الأزمة اللي راح يعني تتركنا فيها كورونا يجب أن يكون هناك عندنا فهم جديد لأهمية التنمية وأهمية استدامة التنمية؟ يا ستي، موضوع الكورونا، جائحة الكورونا، رجع ذكرنا بأهمية الرجوع إلى المبادئ الأساسية. المبادئ الأساسية إنه إحنا كل عمرنا عم نطالب إنه الدولة تتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاج، والآن جائحة كورونا أثبتت إنه الشخص بدون ما يكون منتج وعامل لن يتمكن أن يعتمد على أي مؤسسة من المؤسسات في حياته. لابد أنه يبادر ويكون له دور في إنه يوظف مهاراته وعلمه في شغل منتج مفيد له ولأسرته ولمجتمعه. فالموضوع التحول إلى الإنتاجية أمر في غاية الأهمية، وهذا ثبت أكثر وأكثر خلال الجائحة. أيضا إحنا بنعرف إنه إحنا مثلا التعليم عن بعد كان مطلب من المطالب، ويمكن تم تحقيقه بالعديد من التعقيدات والإشكاليات، خصوصا كثير من الأطفال انظلموا نتيجة عدم وجود تابلتس كافية. لكن بالإضافة لذلك، التعليم عن بعد أثبت إنه هناك حاجة لتعليم الأطفال الأساسيات، وهو موضوع التكاتف، التضامن، الشعور مع الآخر، أهمية التعافي، أهمية الصحة النفسية، وأهمية أن يكون الإنسان يشعر بغيره. هذه أمور لابد في المرحلة القادمة، وإحنا من نحكي بتطوير التعليم، أن نركز على مهارات إنسانية كنا إحنا كأطفال نتعلمها من الأسرة الممتدة، كنا نتعلمها من الحي، من الناس اللي كانوا يلعبوا معنا بالحارة، كنا نتعلمها. لكن الآن أصبح هناك دور إضافي على المدرسة، وهي أن هاي المهارات الإنسانية لابد من تعليمها للأطفال. لا نتحدث فقط تكنولوجيا، تكنولوجيا بدون مشاعر ومواقف إنسانية وشعور مع الآخر لا يمكن أن تنتج إنساناً صالحاً. صحيح، العديد من التحديات والعديد من المواقف المختلفة اللي أكيد مرت عليك، لو بتذكري هيك موقف نتذكره مع بعض في ختام هذا اللقاء ما عمرك بتنسيه وتعلمتي منه كتير، أو وقفتي وبعدها قلتي لا بدي أعيد حسبتي بطريقة مختلفة في هذا الأمر؟ يعني أنا أشوف في غادة، يمكن في صار قمت بالعديد من المبادرات مع مجموعة من الزملاء، ووجدت واحد من الأشياء الأساسية اللي إحنا نسيناها، إنه إحنا كيف لازم نستغل ونستفيد من وجود مجتمع مدني قوي عندنا في البلد. للأسف إحنا الجهود مبعثرة فيما يتعلق بدور المجتمع المدني. المجتمع المدني هو السلطة الخامسة في الدولة، وبالتالي إحنا يمكن موضوع أنا بقول لازم إحنا نركز عليه، وهو كيف ندعم مؤسسات المجتمع المدني المحلية في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني الدولية اللي استحوذت على المشهد، خصوصا أيام الأزمة السورية. صحيح. الآن حتى اليون انتبهت إلى أهمية إنه هناك ما يسمى محلية العمل الإنساني وعمل الإغاثة، وهذا يتطلب إنه أولا ندعم المجتمع المدني بشكل أكبر، وأيضا نثق في المجتمع المدني بشكل أكبر. فهون أنا بعتقد هاي واحدة من الحسابات اللي قمت بمراجعتها. بالنهاية أكيد بدي أقول لك شكرا جزيلا، لعملك الدائم، شكرا جزيلا لصدقك في هذا العمل، وشكرا جزيلا أنك أتحت لنا الفرصة أن نكون موجودين معك بصبحية مع غادة في هذا اللقاء البسيط اللي بيجمعنا فيك. شكرا غادة، وأنا دائما بحب أقدم التحية لرؤية والعاملين والعاملات في رؤية، لأنها دائما قناة رؤية دائما تسلط الضوء على ما يفيد الناس. شكرا لك. أهلا وسهلا، تفضلي. شكرا حبيبتي. فأفضل.